السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لجميع متابعينا الكرام ولكل من التحق بنا مؤخرا. إذن متابعينا الكرام، المشاهد واللقطات المعروضة أمامكم الآن على الشاشة هي من منطقة ورقلة اليوم. هذه اللقطات نشرت قبل قليل لمظاهرات واصطدامات واشتباكات ما بين متظاهرين جزائريين وما بين قوات نظام الكبرانات، نظام الجهل ونظام الغباء ونظام الفشل في كل الأمور. هذا النظام الذي حتى الآن ما زال يتجاهل مطالب هؤلاء المواطنين، المطالب المشروعة في أبسط مقومات العيش. دائما أقول هذا المصطلح ودائما ما سوف أكرره، لأنه فعلا المواطن الجزائري وصل للحضيض، وصل لدرجة أنه ما كيلقاش الماء اللي هو كتعتبر من الأمور الأساسية في الحياة. فمتابعينا الكرام، هذه المشاهد كما قلت من ورقلة، هذه المنطقة للناس ديالها معروفة أنهم من مناطق أو من قبائل ديال الطوارق، ووجهوا بالرصاص الحي ووجهوا بعمليات الداس كما توثق هذه المشاهد وكما توثق فيديوهات أخرى موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي. اصطدامات وحالات يعني غليان واحتقان وغضب في صفوف هؤلاء المواطنين الذين ضاقوا درعا بالسياسات الفاشلة ديال هذا النظام ديال الكبرانات، وفي المقابل يواجهون بالرصاص الحي وعمليات الداس والقمع الرهيب. من المضحك أن نرى هذه اللقطات في دولة التي دائما ما تحدثنا عن تقرير المصير وعن حقوق الإنسان وعن الحريات وبلا بلا 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 وما إلى ذلك، دائما ما يتحفنا بهذه الشعارات الرنانة في المحافل الدولية والتصاريح والبيانات و في المقابل نرى القمع الرهيب لدى المواطنين الجزائريين، ضد المواطنين الجزائريين الذين يخرجون للمطالبة بالماء عباد الله، كيطالبوا بالحليب، كيطالبوا بالمواد الأساسية اللي وصل بهم لحد أنهم ما كيلقاوهاش، لأن هذا النظام الذي كان منتشي بأموال النفط والغاز ما كانش مسوق للمستقبل، ما كانش كيستثمر في المستقبل. المخططات ديالو والأموال ديالو كلها صرفت على مرتزقة البوليزاريو وعلى هذا التآمر وعلى هذا المخطط الذي فشل في تقسيم المغرب. فانظروا إلى أحوالكم أيها الجزائريين، أين وصلت بسبب سياسات هذا النظام الغبي المغفل، هذا النظام العسكري الذي أوصلكم لما أوصلكم إليه الآن. ومن المعروف أيضا أن المظاهرات تخرج بشكل يومي، وها هي وصلت بها لحد الآن إلى أن تواجه بالرصاص الحي وبعملية الداس وبالقمع الرهيب من طرف الشرطة ديال نظام الكبرانات. فالأمور بشكل أكيد سوف تتطور عفوا إلى أكبر من ذلك، لأن الناس ما يمكنش يصبروا على هذه القضية ديال ما كاينش الماء، ما كاينش هذه، ما كاينش هذه، ما بقاوش كيقدروا يصبروا على الطوابير يوقفوا فيها النهار كامل، ما بقاوش كيصبروا على هذه المدلة اللي عايشين فيها بسبب ديال هذا النظام ديال الكبرانات الذين صرفوا أموالهم وصرفوا هذه الثروة اللي كانت عندهم على مشروع فاشل اللي هو مشروع ديال تقسيم المغرب وعلى المرتزقة ديال البوليزاريو اللي القيادات ديالهم راهما في الخارج في أفخم الفنادق، في أفخم يعني الإقامات، تصرف عليهم أو يصرف عليهم نظام الكبرانات كل يعني ما لد وطاب. وكلنا شفنا ذاك المثال ديال بن بطوش كيف صرفت عليه أموال طائلة باش أنه يمشي يتعالج في إسبانيا، وكيف أن واحد يعني صحفي جزائري معروف كان قد وضع تدوينة في حسابه على أنه يحتاج إلى الأكسجين ويحتاج إلى من يمده بالأكسجين، وبقى على ذلك الحال حتى مات. هذا جزائري، وبن بطوش هذا من المرتزقة ديال البوليزاريو داوه حتى لإسبانيا وعالجوه وصرفوا عليه كل شيء ورجعوه بطرق خبيثة طبعا بطرق ديال المافيات، بينما الجزائريين رحنا كنشوفوا الأحوال ديالهم، شوفوا الفيديو وتعرفوا الأحوال ديال الجزائريين.
هذا هو أو هذه هي المرتبة ديالكم أيها الجزائريين في مقابل مرتزقة البوليزاريو. هذا ما تعنونه إلى أو هادشي اللي كتعنيه النظام ديال الكبرانات. إذن متابعينا الكرام، هاد المظاهرات سوف تتزايد وهاد الاصطدامات والاشتباكات مع قوات الأمن سوف تتزايد، لأن الناس وصلت لواحد المرحلة اللي ما بقاوش قادرين يصبروا عليها. فأراكم في فيديو قادم متابعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.